حواجز مفتوحه. اصبح عادي يعني عادي دلوقتي تلاقي الاعلاميه قاعده حاطه وضع ريد على ريد في وجه الضيف وتكلموا في امور يعني ما ينفعش تتكلم مع زوجها فيه. قال لو كلمتك كزوج انا وشي احمر. سبحان الله. لو زوج يعني سبحان الله. لا حياء في الدين يا مولانا. لا لا حياء في العلم. الدين كله حياء. حاذر من هذه الكلمه. انا هذا وجهه نظر المشاهدين. لا حياء في الدين. يعني نريد ان نتعلم. يعني تتعلم ولا تجادل؟ امشي يعني في ابن سبحان الله بيقول لك لا حياء في العلم. الدين كله حياء. ان لكل دين خلقا. نعم صحيح. وخلق الاسلام الحياء. صحيح. وراء النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من الإيمان. وراء النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه يعظ أخاه في الحياء قال لا تعظه إنما الحياء من الإيمان. يعني أنت تعظه إيه؟ هو عنده إيمان عنده حياء. الناس ما عندها حياء تبخر الحياء. لا لا لا. إن العبد إذا أراد الله به شرا أن نزع الحياء من قلبه فلا تجده إلا مقيتا ممقتا. نص الحديث. نعم. مبغوض. ليه؟ ما عندهش حياء. وبيقول لك إيه محمد يا خالد القلم هذا ده هدية ولا انت اشتريته؟ فانت تحرج مش عارف تقول له قول له يعني ربنا رزقني بيه. لا لا تحديدا هو هدية ولا لا. طب لا هو هدية من من؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يحاصرك بالاسئلة. والله الحقيقة من واحد صديق لنا من يعني اعرف يعني ما يدير قلم غالي بيشتغل ده انت لازم بينك وبين صلاح يقول فلان لا حول تاخذ من هذا يا راجل ده مرابي ويتعامل مع البنو لا لا دخلنا في متاهة اخرى. هذا ما عندوش حياء. لا ولا قوة. فشو دخل عدم الحياء عمل ايه؟ سبحان الام تيجي تزور بنتها او تتصل بها ازيك الحمد لله يا ام بخير ها وفلان ازيه او المدعو او المذكور اعلاه او المشنوق على ايا كان يعني اي احمد مطر ايا كان يعني اللفظ يعني كلماته كانت بخير. بخير يا ام الحمد لله ها لسه بخيل هلا. لا والله يا ام الحمد لله ما شاء الله. لا 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 اصل انت هتطلعي خايبه زي هذه ليس عندها حياء. ليس عندها حياء. كم تنفقون باختصار يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وسبعون شعبه اعلاها لا اله الا الله وادناها اماته الاذى والحياء شعب خاص الحياء بالذات ليه؟ لان دخوله الاسلام. ما هو الحياء فهمت. الحياء قال صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قال والله انا لنستحي يا رسول الله. قال ليس ذاكم مش الحياة اللي في دماغكم ان انا اشوفك وشي احمر لا ده حياء وانا البنت لا انما الحياء حق الحياء ان تحفظ الراس وما وعى. يا سلام. عين لا تنظر اذن لا تسمع لسان لا تكلم عقل لا يفكر الا في الخير والبطن وما حوى الاكل والشرب. نعم. سبحان الله. وان تذكر الموت والبلى وان تعد نفسك مع الموتى وان تؤثر ما يبقى على ما يفنى هذا هو حق الحياة. اننا لا نستحي من الله اصلا. ما فيش حاجة بهذا المنطق لا نستحي فيها. ايه سبحان الله ده الناس سبحان الله. ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وان تذكر الموتى والبلى وان تعد نفسك مع الموتى وان تؤثر ما يبقى على ما يفنى. هذا هو الحياة. فأين الحياة؟ لا حياء موجود. سبحان الله. بهذا المنطق لم يفتش الصحابة. هم لما شالوا وهي كمان مش صوت ازيك ابو فلان؟ انا عارفاك مش كده ولا مش ده اللي بيحصل ولا ايه؟ يا راجل الموظف بيسأل زميلته في العمل. او طول استنى انا رايح اجيب العقد ولا حاجة. خمس دقايق وراجع تاني يعني. الحالة مش كده. الموظفة الآن يسألها زميلها من كثرة كأنه صار محرم لها في العمل لأنه بيشوفها كل يوم في وجهه أكثر من يشوفها لزوجته. ازيك يا فلان؟ وجهك اصفر اليوم من دول. انت عامل حميه رجيم انت سبحان الله. لا لا ال- 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 هذا الخمار عليك ما شاء الله لاخواتك. ايه سوء الادب ده؟ لا حول ولا قوه. ايه قله الادب دي؟ ايه قله الحياه ده؟ الله والله هذا من قله الحياه. ولذلك الغضب نازل على المصلحه والناس تقف بالطابين. لا في لا بركه في من يتعامل ولا في بركه طبعا يا ابني. الله مشاركه وجدانيه ده في الشعر يا ابني. ده في الشعر لا يجوز لهذا لمسلم ولا مسلمه ان يقول هذا الكلام ده. الله. احنا قلنا خلاص طقطقنا الراس وان هذه مضطره الى العمل. طيب ولكن كما قلنا في الحلقه السابقه بشروطها. طب زميلي يا مولانا فش حاجه زميلي طيب صار محرم يعني تسافر معه يعني زميلي. تسافر معه يعني ثقه وعارف كل اخباري وانا عارفه كل اخبار وحكينا اسرارنا البعض. خلاص يبقى لا تستفتوا الدين في امور لم ينشئها الدين. خلاص طب ماذا نصنع لماذا نصنع ادلنا على الخير. قاعد القاعده من الدين ابن القواعد على اساس افمن اسس بنيانه ها
على تقوى من الله خير ها؟ أمن أسس بنيانه على شفا جرف النهار فانهار به في الأرض. عايز تنشئها على إسلام ولا على علمانية؟ على إسلام. حلو، تعالوا بقى نشوف الإسلام ماذا قال. طب ما ينفعش حبة كده وحبة كده؟ لا ده ساعتها بقى انت ده ما يخصناش في شيء، ما لكش مقياس عندنا. ظروف العمل يعني، ظروف العمل. ابني الإسلام حلاله يوم إلى يوم القيامة حلال وحرامه حرام. ما هي المرأة خرجت على يوم الرسول عليه الصلاة والسلام. خرجت لماذا؟ كانت تحارب. جميل. جوار الرسول. لماذا؟ لماذا ما لماذا ماذا؟ تشارك لا الرجل لا. لأنها مثل الرجل. لا 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 مش لا 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 وليس الذكر كالأنثى. ولا مش دي آية. كلام ربنا. لا 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 اجتهاد مع النص، ولكن خرجت لأنها تعمل أعمال لا يستطيعها الرجل. تسقي الجرحى، تسقي العطشة، تداوي الجرحى. ولما نسيبة رضي الله عنها كانت تترس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح. يعني لما وجدت كده رمت القربة ورمت الأدوية ووقفت وقال قاتلي في ذاك أبي وأمي وما جمعها إلا له لها ولسعد بن أبي وقاص هنيئا لها. وقطعت يدها وهي تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لها قاتلي في ذاك أبي وأمي. وبعدين لما كان التبعيات لا يعرفنها فقال لماذا يدك مقطوعة يا نسيبة؟ في ايه؟ فيقول عمر يا عدوات انفسكم هذه امرأة سبقها بعضها الى الجنة. سبقها بعضها الى الجنة. هذا خروج المرأة. كنا يخرجنا نعم. كان لها شروط في الضوابط في الخروج. طبعا ان تخرج كيف ما تشاء. لا مش كيف ما تشاء من الحلال. في ضوابط والمجتمع في الخارج. عبد الرحمن بن عوف كان عنده امرأة جميلة جدا. نعم. زوجته الرابعة. ولا ادري النساء. زوجته. الرابعة. الرابعة. طيب. المهم. لا أتكلم. طيب.